طيب، امبارح كان افتتاح مسجد الظاهر بيبرز بعد الانتهاء من اعمال ترميمه وتجديده. المسجد ده بالتحديد بيعتبر واحد من اكبر المساجد في مصر من حيث المساحة. انشأه السلطان المملوكي الظاهر بيبرز عام 1268، وده في قلب الحي اللي بيحمل اسمه. طبعا الصورة دي من اول انشاء. ورينا الصورة كده يا مصطفى. دي صورة المسجد اللي بقاله مئات السنين، والمكان كله بيحمل الاسم المسجد وباني المسجد. ايه اللي حصل في المسجد ده؟ في بعض التطويرات اللي حصلت عليه، بعض الترميم، واعيد افتتاحه بالامس. لكن كان في صورة أو صور لافتة من حفل الافتتاح. إيه الصور الملفتة من حفل الافتتاح؟ عدد من المشاركين من دولة كازاخستان ارتدوا بعض الملابس. خلينا نشوف الصورة التانية مصطفى اللي هي الأكبر، خلينا نشوفها واضحة بالظبط كده. الصورة دي يمكن أثارت تساؤلات كتير جدا على طبيعة أو جنسية اللي بيحضروا الافتتاح. المفروض أنه ترميم المسجد تم بالتعاون مع دولة كازاخستان، واللي كانوا حاضرين أو اللي ظهروا في الصورة هما مجموعة من أعضاء السفارة اللي جم علشان يحضروا، خلينا نقول، حفل افتتاح أو إعادة افتتاح المسجد، وأصروا إن هما يلبسوا هذه الأزياء اللي بتعبر عن الحقبة التاريخية اللي عاصرها الظاهر بيبرس وقت بناء هذا المسجد. وكانت لفتة لطيفة، ويمكن يعني أثارت بعض التساؤلات عن نوعية يعني الحضور وجنسيتهم ولماذا ارتدوا هذه الأزياء. معانا الدكتور جمال عبد الرحيم، عضو اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية. دكتور أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين، أهلا وسهلا. كلمني عن هذا المشهد وليه أثروا. بس عايز أتأكد الأول، هم وفد من سفارة كازاخستان مظبوط؟ هم وفد من السفارة بالفعل، وفي مجموعة كبيرة من الطلبة الكازاخستان، الكازاخي نقول عليهم الكازاخي، اللي بيدرسوا كمان في الجامع الازهر، جامعه الازهر. تمام. انما الغالبيه العظمى طبعا كان وفد من السفاره، ومجموعه ايضا جت مخصوص من كازاخستان عشان تشهد هذا الافتتاح. اثاروا بقى ان هم يلبسوا اللبس ده زي ما قيل، علشان ايه؟ يعني ايه دلاله هذه الملابس القديمه؟ الزي ده بالظبط يعني بيفكرنا حضرتك بالزي المملوكي، بالزي الجندي المملوكي. طبعا السلطان الملك الظاهر بيبرس، واسمه طبعا البيبرس البندقداري، ده من مغول القفجاك. كلمه مغول القفجاك دول المغول اللي دخلوا الدين الاسلامي. احنا عندنا المغول التتار اللي هم الوثنيين، ومغول القفجاك دول المسلمين. مغول القفجاك بالظبط هي المنطقه بتاعت كازاخستان دلوقتي، واوزبكستان وتطرستان، اذا المناطق اللي هي حاليا جنوب روسيا، بالذات القفجاك بتنسب الى كازاخستان. وعشان كده منطقه كازاخستان، دوله كازاخستان، رئيس كازاخستان، حكومه كازاخستان بتعتبر ان السلطان الملك الظاهر بيبرس بقى واحد من ابنهم، هو بقى الجد وهم الاحفاد، وبالتالي بيهتموا بل وساهموا ماديا في تطوير وترميم هذا الجامع. ومن هنا جت هذه الصوره ان هم يحضروا بهذا الشكل، وكان فعلا ملفت للاهتمام. وعايز اقول انه شكل المسجد كمان بعد اعمال رائع الترميم رائع. رائع. يمكن حضرتك عرضت صوره كده قديمه، بالظبط. ده يمكن حضرتك عرضت صوره المدخل، احد المداخل من المداخل الثلاثه. هو شويه انما يعني شبه ايوه الحرم المكي شويه. نعم شوية ال 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 يعني التقسيمة كده شبه ايه، جامع الازهر ولا لا، الحرم هو شبه الى الساحل؟ حد ما شبه جامع الحاكم بامر الله اللي عندنا في شارع المعز. طبعا الحاكم بامر الله اقدم منه، انما هو طبعا من لان الحاكم من العصر الفاطمي، ده من العصر المملوكي. انما الشكل اللي حضرتك، الصور الجميله اللي بتتعرض على الشاشه دلوقتي، ده يدل على ان المصريين المرممين المصريين قدروا ان هم يرجعوا حاله الجامع بالصوره الطبيعيه الصورة اللي الأولى، زيها. مع الحفاظ على التراث ده. بالظبط، وترميم دقيق، يعني ما فيش أي زيادات، ما فيش أي إضافات، لا ترميم حسب
النظم والقواعد الموضوعه في ترميم الاثار، وده اللي ماشي عليه اليونسكو في كل المناطق اللي فيها اثار ولا سيما الاثار الاسلاميه. الجامع كان مذبح، كان مخبز، كان سكنات عسكريه للحمله الفرنسيه ايام محمد علي، كان مخبز ومصنع للصابون. الاحتلال الانجليزي عام 1882 حوله لمذبح للخنازير. حتى بعد الاحتلال الانجليزي بدات الميه الجوفيه تدخل بقى في الاساسات بتاعه الجامع، وتحول الصحن اللي حضرتك عرفتيه اللي هو الفناء المكشوف ده اتحول لبركه من المياه الغير، يعني هقول ايه، يعني حتى الروائح الكريهه، الشكل الحشائش العشوائيه، لدرجه ان الاهالي الميدان اهالي حي الظاهر كانوا بيتالموا، وكانوا طبعا بيتضايقوا من المنظر. لكن المنظر دلوقتي الحقيقه عظيم وهايل ويليق بهيبه هذا المكان. بشكرك شكرا جزيلا لحضرتك دكتور جمال عبد الرحيم، عضو اللجنه الدائمه للاثار الاسلاميه.